تريندي وعلى الموضة فيت ولياقتكن عالية قد التحدي تريندي فيت ميشن جديدة ناطرة الصبايا الثلاثة اليوم وعلى أساسها حيتحدد مين منهم حتكون تريندي ومين حتحتاج لياقتها لحتى تقدر ترجع تنضم لنا بآخر حلقة. أما هلأ خلونا نبدأ حلقة اليوم من تريندي فيت. Let's go. صبايا جاهزين لحتى يبدو فوراً دريس تو إمبريس، بس قبل خلونا نتعرف عليهم أكثر. خبرينا أكثر عن حالك وليش اشتركتي بالبرنامج؟ اسمي نيفين الهندي، عمري 24 سنة، دارسة إعلام وهلأ عم أدرس صيدلة سنة رابعة. حبيت أشترك بالبرنامج لأنه فكرة البرنامج جديدة وجذبتني الفكرة باعتبار في مسابقة أو تحدي وفي ربح أو خسارة، وأساساً أنا مهتمة بموضوع الفاشن والموضة. اسمي هبة، عمري 22 سنة، عم أدرس هندسة معلوماتية. سمعت فكرة البرنامج وحبيتها، انه فاشن تياب وجيم، وانا كتير بحب الرياضة فحبيت شارك وجرب حظي. انا سارة، بشتغل بالتجميل، عمري 31 سنة. سمعت على الفكرة، حبيتها كتير، شي جديد شي غريب، فانه حبيت شارك فيها لانه شي ما نوجد هون بعد عنا بالبلد فكرمال هيك. بالحياة اليومية كيف ستايل لبسك وشو الوانك المفضلة؟ بالحياة العادية بحب اختار الثياب الملائمة مع الموضة، بنفس الوقت تكون بتلبق لي وبتتناسب كمان مع شخصيتي وبتتناسب مع اسلوب حياتي اللي المفروض انه تكون الثياب كاجوال وبسيطة ومريحة. بفضل الوان البيبي روز وهي المشتقات. هلا بحكم الحياة الجامعية اجباري اغلبه جينز، ويعني ما في رسمي، ما في كعب بحكم الجامعة. الالوان المفضلة بحب اللون الاسود كثير، والالوان الهادية ما بحب الالوان الضاجة كثير. هلا الاسود اكثر شيء بحبه وابدا ما بشلحه، ستايلي يعني كثير قريب للرسمي اكثر. كم مرة بتنزلي على السوق وكم مرة بتلعبي رياضة بالأسبوع؟ بمشي كل يوم بمعدل 20 دقيقة، ما كتير بنزل على السوق، يعني تقريبا معدل مرة كل شهر. لا كل أسبوع شي 3-4 مرات بنزل على الجيم مشان السوق عفضاتي، يعني بالشهر مرتين ثلاثة. قدي بنزل على السوق؟ كل دقيقة بنزل، يعني إذا بصحلي كل دقيقة أنزل ما بقول لا. هلا النادي يعني إذا نزلت يعني كمل شهر بوقف، حسب ما بيكون الجو عم بيشجعني أو الكوتش اللي عم بيدربني هو عم بيحمسني أكتر ببقى مستمرة. مرحبا صبايا، كيفكن؟ تمام. هلا بعد ما تعرفنا عليكم أكتر صار الوقت إنه خبركم شو هي الميشن اللي ناطرتكم اليوم، فجاهزين؟ جاهزين. اوكي صبايا، اليوم انتم كانه رايحين على جوب انترفيو، رايحين تقدموا على وظيفه، فكل صبيه منكم بدي اشوف فيها شو بتلبس اذا رايحه على هاي المشن، فبس بدي اعرف اذا اي حدا منكم عنده استفسار. هلا المول فينا نفوت على اي محل فيه ولا في محلات محلات نيو فاسيون مول كلياته رح تصرف لكم الملابس الاكسسوارز لكل شيء. وقديه معنا وقت نخلص مثل العاده؟ نص ساعه، ما زدنا لكم ياهم مثل كل الحلقات، بس نص ساعة معكم. معنا حرية التصرف، نفوت على أي محل ناخذ اللي بدنا اياه. فيكي تاخذي شو ما بدك وفيكي تاخذي عدد يلي بدك اياه من القطع، بس أنا بنصحك إنه ما تكتري كثير لأنه مشان تقدري تلحقي تقيسي، لأنه حتى القياس خلال نص ساعة معكم. في أي استفسار ثاني؟ طيب أنا هلا حعدلكم وأول ما يخلص العد وقلكم بلش الوقت على الدرج وركض، ماشي؟ 5-4-3-2 بلش لقى الصبايا. لـ30 دقيقة ابتدوا والصبايا بلشوا يدوروا على أوتفيت مناسب للميشن، فيا ترى مين منهم حيكون خيارها الأفضل؟ موسيقى
الوقت قرب ينتهي واللجنة صارت عوصول لتشوف الصبايا شو اختاروا، فيلا يا صبايا ما بقى معكم كثير وقت. الثلاثين دقيقة خلصوا والصبايا صاروا جاهزين لحتى يسمعوا شو رأي لجنة التحكيم بالأوتفت اللي اختاروها. بس قبل خلونا نتعرف على ضيوفنا لليوم. معنا الفاشن ديزاينر معاذ بغدادي والستايلست والفاشن ديزاينر بتول زبيدة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك معاذ. اليوم الميشن هي جوب انترفيو، فشو الشيء المتوقع أكتر شيء من الصبايا أنهم يختاروا؟ يعني متوقع لبس يكون فورمال أكتر، احترافي، بليزرات، بنطلونات ضيقة، قماش. قماش بيكون الجوخ، كتان، يعني أقمشة أكثر رسمية. أوكي، بتول أهلا وسهلا فيكي مرة تانية. دائما أنت حظك معنا بيكون في شيء له علاقة بالعمل، فهديك المرة كان دينر فالصبايا كانوا فيهم يختاروا شيء سهرة أكثر. اليوم مقابلة عمل، فبن يروحوا برأيك كيف شيء مختلف عن المرة الماضية؟ لو بتوقع لا يعني يكونوا منقين الكولر اكثر، تكون حياديه الالوان، البلاك الرمادي او الكحلي، وهيك بتوقع يكون. اوكي، طب نحن هلا الصبايا صاروا جاهزين، فخلونا فورا ننتقل لاول صبيه. هبه صار فيك تتفضلي معنا. مرحبا يا هبه. هلا مثل ما شفنا هاي الاوتفيت اللي اختارتها هبه، فخلينا معاذ نبلش معك، شو رايك بهبه؟ هلا انا عندي عدة ملاحظات. هلا موضوع اختيار اللون، انا مع ادخال لون مع الالوان الغامقة، بس لاحظت انه دخلنا اللون البينك على الجاكيت، وكمان من درجات البينك تقريبا على السكربينة. كنت مفضل يا يكونوا نفس الدرجة او نغير لون السكربينة مثلا. هاي ملاحظة. هلا الشيء الثاني كمان اللي لاحظته انه عندي الشاموا المات مع الجينز مع السكربينة، كمان الشاموا حتى الحقيبة كمان مت. يعني كنت بحب أشوف بين الشيء اللامع شوي مع المت، كان بيعطي شوية لمسة أناقة تماما. هيك تقريبا. حتى اللبس العام كيف فينا نلبس التياب، نهتم أكثر، يعني مثلا ندخل القميص بشكل مزبوط مثلا مع البنطلون، هذا بيعطي شكل احترافي أكثر بجوب انترفيو. تمام. أوكي. بتول شو رأيك بالأوتفيت اللي اختارته هبة؟ بالأوتفيت اللي اختارته كان فيها تختار الكولر الغامق أكثر، أو شي بليزر لون بلاك مثلاً، مو تختاري البنطلون يكون جينز، شي قماش. أوكي. والشوز لو كانت أغمق. أوكي. هلا أنا كمان بوافق معاذ بتول على الشوز والجاكيت، إنه نفس الدرجات، يعني غير درجات لون بس مو لابقين مع بعض. إن لو بعدتي عن الماتشنج بالدرجات الألوان، أنا الشنطة ما حبيتها، ما كتير حسيتها ترندي أبداً، كتير موديلة قديم. وأنا بالنسبة لإلي كحدا رايح يعمل مقابلة عمل، الجينز مرفوض، يعني بنروح على الشيء القماش أكتر. ما حأحكي أكثر لأنه هن معاذ حكى واستفاد بالانتقاد، فهيك كانت الآراء. منشوفها كمان بعد شوي مع الصبايا. شكراً كثير هبة. هي كانت الأوتفيت اللي نقتها هبة. لسه معنا صبيتين، فخلونا فوراً نروح ونشوف سارة شو اختارت. مرحبا سارة. سارة أنا حأبدأ معك. هلا انا قلت من شوي لهبه انه الجينز على مقابله العمل ما انه كثير مقبول، المفروض تروحي لشيء رسمي اكثر، لانه انت رايحه على تشوفي اتش ار مدير، فتعطي شويه احترام. الجينز بيروح لك اكثر للكاجوال، الروحات العاديه. انا حبيت السكربينه والشنطه اللي منقيتيهم حلوين. الأبة الهاينك هي ترندي هلا، وما عندي مشكلة فيه أنا بالجوب انترفيو، فحأترك باقي الحكي لمعاذ لشوف شو رأيه. هلا أنا برأيي هذا النوع من الجاكيت مرفوض تماما للانترفيو صراحة، وطالما غيرنا الجاكيت المفروض نغير التوب اللي معه، كمان نروح أكثر لبلوز، يعطي شكل أكثر احترافي
لمقابلة. وهلا كخيار ألوان أوكي أنا مع الألوان الغامقة مع اللون الكحلي، بس مثل ما قلت أنت مو جينز، فبظن اللوك ما له موفق. طيب بتقول شو رأيك بالأوتفيت؟ رأيي أنت بس مختار الشوز، بس أكتر شيء الشوز مناسب لهي المقابلة. لو لابسة تيور أو أكتر للإنترفيو، والجينز اختيارك كمان ما له صائب. أوكي هاي كان رأي اللجنة، هنشوفك أكيد بعد شوي مع باقي الصبايا. شكراً كثير لك سارة. بقيان معنا صبية واحدة ومنخلص وبعدين منحط العلامات، بس قبل خلونا نشوف نيفين شو اختارت للجوب انترفيو. هلا نيفين هي آخر صبية معنا هالمرة، بتقول رح ابدأ من عندك. شو رأيك أوكي. بالأوتفيت اللي اختارتها نيفين؟ نيفين الأوتفيت تبعها كان برافو عليها انه مختار القماش للمقابلة العمل، واللون كمان كتير زابط معها. بس لو كانت مغيرة الجاكيت، لو مختارة شي تيور أكتر حتى يبين انه هي شوي رسمي أكتر لهي المقابلة، والباك ما كتير حبيتها، ما كتير لاب. أو لو كان كعب كمان بس شوي أعلى للمقابلة. أوكي أنا حأحكي قبل معاذ، هترك لك الختام عندك. أنا كثير حبيت البنطلون ودرجة اللون تبعه، هذا اللون حلو هلأ، حتى لون الجاكيت هلأ تريندي كثير. فما بعرف إذا كثير في كحلي، يمكن لو كسرتي شيء من هالسكربينة أو الشنطة ما كانوا كلهم نفس التدرجات الألوان. بس أنا يعني لليوم هذا أكثر أوتفيت حسيته مناسب للمشن اللي نحن طارحينه. معاذ بترك لك الختام عندك. مثل ما قلت اللوك بشكل عام موفق في اختيار خصوصي للبنطلون، كثير مناسب لجوب انترفيو. ودرجه الشنطه مع الشوز كمان انا برايي حبيتهم مع البلوز، وحتى اختيار درجه الجاكيت. بس هي نقطه واحده بالنسبه للجاكيت، شوي فيه اكسسوارز شوي زياده عن المطلوب، ولا الباقي كله مناسب لتروح انه فيه سحاب وزر وهذا. تمام سحاب مع الابل الواسعه شوي، وعلى الخصر في عندي القصات والازرار، كان ممكن شوي يكون ابسط مع احتفاظنا على نفس اللون يعني. أوكي. بس موفق. ماشي شكرا كثير نيفين، فيكي تنضمي للصبايا ونحن بنشوفكم بعد شوي. نحن هلا راح نجتمع ونحط العلامات حتى نعرف مين هي الصبيه اللي حنقلها ويل دان. لبين ما تجتمع اللجنه خلونا نعرف شو راي الصبايا باللي سمعوه. هلا هن اول شيء حكوا على الجينز انه ما بيلبق لمقابلات العمل. هلا انا اول شيء لازم افكر انه انا عم اقدم على شركه بيلبسوا كل لون سبور ولا بيلبسوا كل لون رسمي. انا خطر لي انه مشان ما اكون خطر لي انه الشركه اللي حقدم عليها بيلبسوا سبور شيء، فقلت مشان ما اكون غريبه عنهم او يحسوني غريبه من الجو لما بدي اقابل لازم يكون بلبس مثلهم، لهيك اخترت الجينز. فهي النقطه ما اقتنعت فيها. حكوا عن الشنطة انه مو حلو، انا كثير حبيتها ما بعرف ليش ما عجبتهم. هلا مشان الشوز ايه معهم حق انه هو مو يعني نفس اللون او اللون من تدرجات بعض فمو ظابطين، هي اقتنعت معهم. هلا هو اجمالا اقتنعت بكل شيء، بس فكره الجينز يعني انه هو مريح عملي، فانت بتروح لانترفيو شغل يعني، انت مانك عم تروح على شركات كبيره لانه انت تختار سيستم، بالنهايه بدك تختار اللي بيريحك لترتاح بمقابلتك. بس ما كتير اقتنعت انه الجاكيت ما كانت لابقة او مناسبة، لانه بالنهاية كل واحد له طريقة باللبس وشخصيته لازم تبين بالتياب اللي هو عم يختاره، وإلا ما بيكون في تميز يعني. صبايا اكيد نحن الملاحظات اللي اعطيناها مو بس لننتقد، لانه كل صبيه بالنهايه لها ستايلها باللبس، بس لحتى انتو اذا بكره قدمتوا على مقابله عمل تعرفوا شو الخيار الصح، وحتى الصبايا اللي عم يشوفونا، لانه دائما الاطلاله الاولى كثير بتعطي شيء مهم للاتش ار اللي عم يشوفكم. نحن حطينا العلامات، هي كانت علامات 7.5 و3.6، والصبيه اللي اخذت 7 هي اللي حنقلها ويل دان، وكانت أكثر شيء قريبة من المشن اللي نحن حطيناها. حنقول ويل دان اليوم لنيفين. نيفين مبروك.
انت اللي ربحتي بدريس تو امبرس. اكيد هبه وساره ما خلص مشواركم معنا، لسه في نو بين نو جين، وبهذا التحدي من خلاله فيكم ترجعوا تنضموا لنا باخر حلقه وكمان تعيدوا دريس تو امبرس وتكونوا انتم الربحانين بوقتها. بدي اشكركم صبايا، فيكم تتفضلوا. اكيد كمان معاذ وبتول شكرا لانضمامكم لنا. معاذ نحن لسه جايين لعندك انا ونيفين مشان نشوف شو الفستان اللي حتقدم لنا. شكرا كثير لوجودكم معنا. هلا دريس تو امبرس خلصت، خلونا نروح فورا على ستايل مي. انبسطت انه ربحت وكثير متحمسه لحتى كمل التجربه ونروح لعند معاذ لشوف شو بده يعمل لي فستان ولحتى كمل باقي المشوار بالبرنامج. مرحبا معاذ، كيفك؟ شو اخبارك؟ نحن رح نبلش بالشغل فورا مشان ما نعطلك، ولانه نيفين اكيد كثير مستعجله لتعرف شو حيكون الفستان. هلا نحن اتفقنا امبارح انه حيكون مخمل، بس ما عرفنا اللون الموديل والقصص كلها، ففينا نشوف على سكتش. حضرت لنا شيء لنيفين؟ انا حضرت لك سكتش، نشوف هلا الديزاين. اوكي، ستريت دريس ضيق بليتد، عندنا درابي على الخصر وعلى اول الورك ومفتوح من اول الركبه. اوكي، والبلت كيف حيكون؟ البلت حيكون كمان مخمل بس عليه شك. اوكي، شك فضي. نيفين في شيء لون معين على بالك يا؟ بفضل البوردو. بوردو بيتبقى للبوردو اللي بيتبقى للبوردو لبشرتها وشعرها اكيد. هلا نحن حنعمل دروما بس على فستان اسود. اوكي، بعدين حنعمل لك الفستان الاساسي. بركي حبيت الاسود. الاسود شوف اذا غيرت رايك فيك لك فستان. طيب اوكي، وفي شيء بالموديل نيفين بتحبي انه يغير ولا حبيتي الشكل العام؟ لا حبيت. وهيك حيكون شاحط على الارض ولا هيك حيكون شاحط طويل على جنب بس ومن ورا؟ من جنب واحد. اوكي حلو تمام. طيب معناتها لازم ناخذ القياسات وهي بتجي بقلب الاسبوع بتعمل بروفا، بس بلا كاميرا ما تعذبينا ونجي نشوف البروفا. وقد ايه بدها شي اسبوع تقريبا؟ اسبوع تقريبا ليخاف. اوكي طيب، معناتها هلا حناخذ القياسات ونشوفك بعد اسبوع. قبل ما نبلش تحدي نو بين نو جين لليوم، خلينا نشوف الصبايا من الحلقات الماضية جومانا وماريا كيف كان تمرينهم بنادي في اي بي. سارة وهيبة صاروا جاهزين لحتى يبلشوا نو بين نو جيم، ومثل ما صرنا بنعرف الصبية اللي بتحرق كالوريز أكثر على البسكليت وعلى التريدميل هي اللي بتاخذ النقطة، أما بالبوش أب فالصبية اللي بتعمل عدد أكبر من البوش أب تاخذ نقطتها، والصبية اللي بتجمع أكبر عدد من النقط أكيد هي اللي تكون الرابحة وبتربح إنه تنضم لنا بآخر حلقة. هيبة وسارة جاهزين؟ كيف نفسكم؟ يلا خلونا ندوس أول شيء لحتى تشتغل الشاشة. انا حبلش لكم على ليفل 2 وانتم لكم حريه الاختيار انه تزيدوا. بدي شوي اسرع ساره. اوكي بلش الوقت صبايا. هبا فورا نبلش على 6، ساره حابه تضل هلا على 2، حاولي انك بعد شوي تزيدي مشان ما كثير تسبقك هبا.
الدقيقة الأولى خلصت والصبايا لسه مكملين. هيبة لساتها على ليفل 6، سارة طلعت على ليفل 5 بس هلا رجعت على 4 وشكلها تعبت. حنقرب صبايا على نص الوقت، صرنا قراب كثير من الدقيقتين ونص. سارة لساتها على ليفل 4 وكثير سارة تعبانة. هيبة لسه عندها شوية طاقة وصارت على ليفل 7. ف سارة شدي فهمتك لأنه شكل النقطة رايحة لعند هبة. صبايا بقيان تقريبا أقل من دقيقة، الصبيتين تعبانين. يعني هبة أنت على 7 بس يا دوب عم تعمل دوسي، وسارة يعني عم تدعي إنه خلاص يخلص الوقت. يلا هانت صبايا. 10 7 5 3 خلص الوقت صبايا، فيكم توقفوا والنقطة حتروح لهبة. هبة حرقت 8 كالوريز أكثر منك، فأعطي نفسك هلا سارة مشان على التريد ميل تقدري تعدلي النتيجة. أوكي يلا صبايا. سارة شو جاهزة هلا انك انت اللي تاخذي النقطة هالمرة؟ اكيد ان شاء الله. هيبة حتخليها تاخذها للنقطة؟ لا النقطة إلي. هيك طيب لنشوف هلا نحن حنبلش الوقت فورا، والسرعة حتبلش على الستة. ارفعي السرعة من عندك سارة، ساعديني على الستة. ثانية أنا بس يبلش الوقت حقلكم، فيكم ترفعوا السرعة قد ما بدكم فوق الستة بس ما فيكم تنزلوا تحت الستة. أوكي صبايا؟ يلا بلش الوقت. أول دقيقة خلصت صبايا، وهيبة سرعتها 8.5، سارة رفعت السرعة عن 7. شكلها هيبة عن جد ما حتخلي سارة تاخذ النقطة، لأنه يعني داعست لها على 13 و سارة هلا صارت 10 بس لسه لهلا هبة هي المتقدمة بالكالوريز، فسارة بدك تشدي أكثر. صبايا بقيان تقريبا دقيقة واحدة وبيخلص الوقت، فبدي تعطوا كل شيء. أوف هبة 16 صارت، فسارة يعني ما بعرف إذا لسه بتلحقيها لهبة أو لا. الوقت ما خلص بس سارة قررت فيك الوقت. هي بكل الأحوال هبة كانت متقدمة بالكالوريز بس سارة قررت توقف قبل 20 ثانية لأنها تعبت. بدك مي سارة؟ اشربي مي. معناتها 2-0 لهبة، بس بكل الأحوال حننتقل على منطقة البوش أب حتى نشوف الكوتش وننهي الفقرة. تفضلوا معي. سارة كيف صرتي؟ أحسن؟ تحتي وكله رواق؟ طيب تمام. كوتش نور الدين زريعة من البي آي بي جيم، أهلا وسهلا فيك معنا. كوتش هبة هي اللي ربحت وحتتمرن معك خلال الثلاث شهور الجايين. كيف حتجهزها لهبة للتحدي الأخير؟ حنكون ببروجرام نموذجي أو تحضير قاسي شوي لآخر مرحلة، لأنه بتكون التحدي الأخير يعني بده جهد شوي عالي. بس هي قد التحدي ما شاء الله على الميل على 16، أنا ما بوصل لل 16 يعني عندك مشتركة هيك. تمام أعطيها 3 شهور اشتراك يعني. مبروكم، نتمنى تكوني معنا بالتحدي الأخير إن شاء الله. أوكي سارة كمان أنت ربحتي شهر ببي آي بي جيم،
مشان هيك تحسن لياقتك وتصيري فت اكثر. ثانك يو ميرسي. اوكي شكرا لكم صبايا لوجودكم معنا لليوم. هيك نحن بنكون خلصنا نو بين نو جين لليوم، وصار وقت انه نرجع لعند نيفين لنشوف وين صارت بستايل نيفين. حضاني وسيم قالي انك رح تجي عم جيبلك الفستان اللي يجي. نحن حابين نقدم لك بالمركز جيفت كاردز لتعتني ببشرتك، تعملي مساج وشعراتك واظافيرك وتعملي جلسات ورا اليوم عندنا. تفضلي. شكرا ميرسي. نبين شو حابه تعملي بشعرك؟ حابه قصه اول شيء. مرحبا كيفكم؟ هلا كيفكم؟ شو اخبارك نيفين؟ تمام. مرحبا زينة، كيفك؟ تشتشنا مطر. شو الاخبار؟ تمام. هاي فستانك؟ ميرسي. ما فيك تشوفي هلا لحتى تخلصي. شو عم بزق؟ استنوني طيب؟ فورا اعطيتيها جوائز، مستعجلة على الجوائز. مستعجلة كثير. طيب انا حاعطيكي كمان 6 شهور بي في اي بي جيم مشان تضلي فيت. كيفك زينة؟ تمام. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. اعطيتيها جوائز، شرحتي لها شو هن. هلا صار وقت انه نعرف شو حنعمل، شعر وميك اب. تمام كنا عم نحكي. هي خبرتني كانت انه عبالها تقص شعرها، بس عارف عن قراري؟ ما تراجعتي؟ لا. طيب كيف شو حنعمل للميمي؟ هلا الفستان هو مخمل وبوردو وسهل كثير طويل. فينا نعمل لها الوايت لوك لنبيين. فيها تطلع توقف برا 5 دقائق لحالها ويصير وايت لوك. وفينا نعمل لها شوية سموكي كونه الدرس سمبل وسهرة، سو رح نعمل لها سموكي إن شاء الله تحب. لا أكيد حتحب ومتأكدة بتقص شعرك؟ إيه طيب. ما حتقصر لك كثير. ما حتقصر لك كثير. طيب يلا فيكم هلا. أنا هاي المرة ما بعرف انطر برا بالجنينة لبين ما تخلص، لأنه جبت الفستان قبل مشان ما أروح وأرجع. يعني رح تزكي يعني مرة. فنيفين تفضلي لحتى تبلش ستايل. يلا. نيفين قربت تخلص الميك اب، وقبل ما تبلش بمرحلة الشعر خلونا نشوف معاذ بغدادي كيف حضر لها الفستان. نيفين تقريبا صارت جاهزة، ومو باقي إلا نشوف نحن وياكم الإطلالة الأخيرة كيف حتكون. أنا من شوي 10 دقائق شفت نيفين طالعة من الشعر وخالصة بدها تلبس الفستان، بس إن شاء الله ما تطول لأنه صار لي ساعتين ناطرة. هاي نيفين إجي، يا ريتني طالب شي مليون. كيفك؟ شو هالحلقة أول شيء؟ كثير لابق لك اللون وكثير لابق الموديل. انتي حبيتي؟ خبريني. حبيت كثير، كل شيء كان اليوم مو اعتيادي ابدا،
كسرت كذا القواعد. قص الشعر انا متاكد اول شيء. اول شيء قص الشعر قصرته كثير، ثاني شيء المكياج القوي السموكي اللي ماني مجربته ابدا، بس لما طلعت لقيت انه كثير حلو لابق لي. الفستان حبيته وحبيت الشاحت، حبيت اللون كمان لابق لي. والاكسبيرينس بشكل عام كيف لقيتيها من البريس والامبريس للمسابقه كلها؟ حلوه الفكره، فكره جديده، يعني حلو انه نهتم شوي بالفاشن وبالموضه ونعرف كيف نختار يعني. اوكي، نحن كمان انبسطنا كثير بمشاركتك معنا اليومين وطالعة مثل الأمارة هي مرة ثانية حقول لك اياها. اكيد نتشكر كل اللي اهتموا بهالاطلالة، ضحى وطوني من زينة فاشن اند بيوتي سنتر، معاذ بغدادي الديزاينر كمان في اي بي اللي قدم لك 6 شهور عندهم، وعبد الله دبابو هلا اللي حيعمل لك فوتوشوت انا متاكد انه كثير حتطلع حلوه، هو كمان صور مروه الحلقه الماضيه، فجهزي للفوتوشوت؟ اكيد. اوكي انا حروح بس حاختم قبل الحلقه واقول يعني تابعونا، انطروا 3 مشتركات جداد الاسبوع الجاي، وما تنسوا خليكم دائما ترندي اند فيت. باي باي.